على مهلك شوي، لا ترفعي ايدك. ماشي، يسلم. اوف تعبت. عادي عادي، ارتاحي شوي. تركتي بشير واجيتي تهتمي فيه يا جميلة؟ انا ماني مرضانة اكتر منه. انا حبيت اجي. مالي من المزرعه. بيكون بشير اللي مللها، الله اعلم بيكون ما عم بسمع كلامه. انت تعافي ونروح سوا. يلا خلينا ننزلك لتحت. انا بنزل، انتو شوفوا شغلكم. حلمي هنا. شهير علي الصوت. الله لا يوفقك يا بعيد، ليك كيف لساته عم يضحى. حسب الادعاء عم بيقولوا انكم متهمين بخرق الحصانة المنزلية، دخلتوا شخص من طرفكم على قصر زياكي. تعالوا حلمي اونال بالتلفزيون. انا رح اقول لكم يلي صار بالضبط. واحد مجنون رامي حجرة وبالبير 40 عائل ممطلعينها، هي ما لها تفسير تاني. هالشي مانو شغل اذكياء عاديين. رح نستنى ونشوف. بتشكركن. في الله لا يعطيك العافية. هاي أمور عائلية ما بحب أحكي فيها وما حدا إله عنا أي شيء. سمعنا إنه علاقتك بابنك متوترة وما أنا موجود بجنبك، يبدو إنه بجانب عدنان زياكي. شو بتقول مشان هالشي؟ هالكلام بضحك. اضحك اضحك، بكرة بس تفوت على السجن ورجيني كيف راح تضحك من ورا الحديد. أساساً أنا اللي راح أضحك من قلبي يا واطي. عن جد ما بيستحي هذا الزلمة، ما عم تحمله. فهمت تمام، شكرا لكم. أطلقوا سراحه؟ بس بالوقت الحاضر. حلمي أونال ومحامي نحطه بخانة اليك. كنت عم أقول رح يحكي شروي غروي بالتلفزيونات، ما حكى بنوب، واضح إنه خايف. ليش نزلتي لحالك؟ كنتي قوليلي. مو مشكلة، أهلا وسهلا. أهلين حبيبتي، ما على قلبك شر. شكرا لك. والورود إليك، كتير حلوين، كلك ذوق. كيف حاسة حالك هلأ؟ لخبطة كتير، فايت ليلي بنهاري. ايه طبيعي. بصراحة عمليتها كانت صعبة كتير. ايه بعرف، مجربة. وأنا في إيدي ذكرى مثل هي برجلي كمان بعد حادثة التزلج. صعبة. ما كنت بعرف. ايه بس استرجعت عافيتي بالرياضة. وأنا هيك لازم أعمل. ايه قبل ما أنسى، وينو خطيبي؟ مانو فوق؟ لا. بيكون طلع لبرا.